عن مسألة التنويم المغناطيسي في بعضهم يكذبوا، في بعضهم يقول لك والله صدق ما صدق عن مسألة التنويم المغناطيسي اللي هو طبعا التنويم الإيحائي. علشان كذا احنا معانا في الاستوديو اليوم الدكتور زيرفشيم، هو اخصائي علاج بالتنويم الإيحائي، عشان نعرف عن العالم هذا وعن الموضوع هذا. مرحبا دكتور، يعطيك الصحة. اهلا وسهلا، حياك الله، نورت مجلس ادم كله. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. انا اتكلم بهدوء لسببين، انه اين مرتاح راح ابلش بالراحة والطلاع بعد شوي. ايوه، ولكن يمكن لازم نحكي للمشاهدين انه في ادم بنحب نطبق على انفسنا في الاول حتى نعطيكم الصورة فعلا مثل ما هي، ما مش نجيب اشخاص من برا ونعيشهم التجربة، من تجربتنا خلال تجربتنا الواقعية نعطيكم الصورة مثل ما انتم شايفين الان. انا تحت تصرف الدكتور في التنويم الإيحائي حتى نطلع بالنتيجة ونشوف كيف ممكن نفيد. والمعلومية كمان نضيف، لانه حاولت اني انا اي ما قلت ادوك لا يوسف، فاي ما خليني انا انام قال يوسف ابدا انا ابغى انا، فربنا يعطي الصحة. بدي اعزف على هالموال. كيف قلت؟ اهلا بك. ايش التنويم المغناطيسي؟ ايش حيصير مع ايمن؟ الان راح نخش مع الاستاذ ايمن في استرخاء. حلو. هو عن طريق الكير هنا اللي يسموه الجهاز هذا بايو فيدباك، بيعطينا حركته العصبيه والمود حقه المزاج حقه. ايوه. حناخذه من الوضع الحالي اللي هو فيه قاعد يسمعنا الان، ننزل معاه الى استرخاء الى استرخاء الى استرخاء، حتى اتاكد انه وصل الى مرحله استرخاء اللي هي احنا بنقول عليها الثيتا، اللي بين الصاحي وبين النايم. شايف؟ هنا المرحلة هذه بنقدر نتكلم فيها مع العقل الباطن ونوحي للعقل الباطن. بالنسبة للأجهزة اللي قدامنا قبل ما نبدأ، نعم، نبغى نشوف يعني ايش اللي قدامنا بالضبط. والله في عندنا الجهاز، هذا بيقيس المود، بيقيس حركة الأعصاب، الذبذب حيت الأعصاب. شايف؟ بنقل إلى طريق عن جهاز الحاسب، هنا بيعطينا الرسم البياني. ومربوطة في يد، مربوطة في يد الأستاذ أيمن هنا في اليد اليمين، هذا بتعطي الحتة هذه بتعطي الاستشعار. تأخذ الاستشعار تنقله إلى الجهاز، بينقله هنا بيعطينا الرسم البياني فين هو بالضبط. يعني هذا بيقرأ مباشرة من الدماغ، أنا شو بفكر عن طريق أعصاب يدي، عن طريق أعصاب يدي. لازم تكون في اليمين واليسار. ما في مشكلة، ما في مشكلة. سيئة. أبو نبدأ؟ نبدأ؟ يلا بسم الله. في نظارة سيئة. ايش رايك؟ كده بسرعة كده. ساعدني. اوكي، اذا ما عندك مانع. شايف؟ جميل جدا. وابغاك ايش؟ تسمعني بس. شايف؟ اسمعني. الان احنا حنخش في حاجة نسميها الاسترخاء. فكر معايا، الاسترخاء حنغفي كل عضلة، كل عصبة في جسمك. عن طريق التنفس، حنقول 1 2 3، ناخذ نفس عن طريق الانف وحنسيب عن طريق الفم. يلا مع بعض، 1 2 3، ناخذ نفس، حنمسك هولد وحنسيب، ناخذ نفس ونسيب. احسنت، احنا ماشيين كويس. الان فكر لي في حاجه حلوه، فكر لي في حاجه حلوه انت تحبها. تخيل البحر وجمال البحر، وزيد استرخاء، زيد استرخاء. شوف نفسك ماشي في غابه خضراء، اشجار خضراء، وهدوء، هدوء تام جميل. احسنت، احسنت. اقرا معايا سوره من القران. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. اقرا في خضرات، حس بالهدوء، حس بالهدوء. زيد استرخاء، زيد استرخاء. شوف مثلا مسترخي، حس بجسمك الان، حس برجلينك بتقلها، اعصابك مرتخيه ورجلينك مرتخيه، راسك حس بتقله، حس بتقل راسك. احسنت، احسنت، احسنت. هي الان تتذكر ايام المدرسة؟ شوف ايام المدرسة ايش تعني لك المدرسة؟ كنت من الطلبة حركتك زايدة، اللي بنقول عليهم الاشقياء كده، اللي بنقولها ترابل ميكر كده. ايام الدراسة كيف كنت؟ شوف نفسك ايام المدرسة. ها؟ شوف المواد اللي تحبها، مثلا خلينا نقول الرياضيات، تحب مادة الرياضيات؟ طيب ايش رايك في البرنامج هذا؟ ايش رايك في البرنامج ادم؟ كيف شايف برنامج ادم؟ كيف بتشوفه انت؟ مبسوط منه؟ مرتاح منه؟ ما
يزيد استرخاء. لا هو مسترخي استاذ يوسف، اذا تحب تتكلم وتسأل اي سؤال تحب تصحيني مسترخيك. يعني الإيحاء استرخي. يعني الآن شوف انت مسترخي الآن، أباك تشوف لي أيمن، أيمن اللي أنت تحبه، الشخصية اللي أنت تحبها في أيمن، أباك تكون لي الشخصية هاي. شوف أيمن بشخصيته الجديدة، تخيل رجل ذو مواقف، حبوب، خدوم، يحب أصحابه. تخيل معايا أستاذ أيمن الآن، أقول لك واحد اثنين ثلاثة، عندما ثلاثة أباك تفتح عينك وأنت شايف وحاسس بشخصية أيمن الجديدة. تخيل المنظر هذا، تخيل وتصور. جاهز معايا عندما ثلاثة، أقول لك حماس تبغى تعيش شخصية أيمن الجديدة، ها؟ هنقول واحد اثنين ثلاثة، عندما ثلاثة أنت جاهز، يلا واحد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ تحب تجيب صحن الفول الحين؟ هو الآن يقدر يحكي لنا؟ والله نعم نعم هو يقدر يحكي لنا الآن؟ والله نعم. صباح الخير. صباح الخير. شوية فول وتميس الصبح الثاني مع الشاي وحبيب. واو، استنى بس صوته يرجع. لا لا يرجع صوته. صلى بس خذ راحتك. جميل. هلا جميل. لما خصوصا بتقول حس بثقل راسك، عارف لما تقول حس بثقل راسك اللي بتشعر، يمكن صار انا بما انه كنت انا اللي مدربها، صار في عملية ثقل في كل جسمك، بتحس انه جسمك والارض او هذا الكنبة او التخت بنفس يعني متصلين في بعض، فعلا تقيل كثير، يعني تشعر بانك انت غير متحكم، يعني اذا بترفع اصبعك صعب ترفع اصبعك او عضلات جسمك. جميل. ايش اللي حاصل؟ معلش هو استرخاء. احنا دائما مشدودين، خلي بالك احنا دائما مشدودين، بنتكلم احنا مشدودين، شايف؟ الجو والقلق المشاكل، فهو ايش سوى عن طريق الاسترخاء؟ هو اخذ نفسه وساب نفسه ورخى اعصابه. تخيل انت الناس اللي عندهم تقول لك انا ما انام في الليل، قلق، الفكره بناء على رغبته هو، لانه هو يبغى يشوف ايمن الجديد، يبغى يشوف شخصيه اللي هو يحبها في نفسه. يعني فما بالك في الطالب كمان اللي انا بدي اخش اذاكر، اذا حاعمل ايش؟ حيروح مسترخي، يتخيل نفسه انه هو بيذاكر، بيقرا وبيفهم، بيقرا وبيفهم، يتخيل يحط قدامه النجاح. احنا ايش سوينا هنا؟ برمجناه. يعني هي تغيير، هي نوع من برمجة السلوكيات للأشخاص. الفكرة كل حاجة في حياتنا فكرة، خلي بالك البرنامج هذا كان فكرة أول ما بديت فيه. احنا سوينا لها سيناريو وبعدين سوينا لها أكشن وإخراج. أوكي. كل حاجة في حياتنا فكرة. أنت ليش اشتريت القميص هذا؟ مو فكرة؟ طبعا. مفهومك كل نغير المفاهيم هذه. يعني أنت تعمل ممكن تعمل لشخص برين واش، غسيل الدماغ على هذا النوع. يعني انا كنت شخص فرضا هجومي عدائي مشاكل، ممكن تحولني من خلال كذا زي تخيل بالتاكيد. تخيل الناس تقول لك انا عصبي، يعني تتكلم معي ابويا هاودي صوتك تقول لك انا عصبي، يعني هدي خلينا نفهم انا عصبي. ايش بيقول؟ انا عصبي انا عصبي انا عصبي انا عصبي. يسجل الحكايه هذه. حنعطيه الاسترخاء ويسترخي ونسجل فيه الاسترخاء، وبعد كده هنقول له ايش؟ دايما نقول انا هادي انا هادي انا هادي انا هادي انا هادي. هنخش على البيت الاولاد كيف؟ جميل. طيب يرمي الهموم برا وفوت البيت. مضبوط. بالصحة والعافية. عملية جلسة معك ان شاء الله هديك الدمام باذن الله. انا بحكي لك شو بدنا نغير بابو طلال. الله يخليك. الله يقنعك فيهم. ابشر حالك. يا ابني شكرا. بعد الفاصل